بالسلام ولأجل السلام يختصر الأب إلي الهاشم الكثير من المفردات والقضايا التي تتجلى معانيها هنا مع أجواء أعياد الميلاد، مناسبة تكرس أيضاً دعوة للإنسانية جمعاء عبر رسائل المحبة والإخاء. بليلة الميلاد، ميلاد السيد المسيح الرب يسوع، أنشدت الملائكة نشيد المجد والتهليل والتسبيح والفرح، وقالوا المجد لله في العلا والسلام في الأرض للناس فإنهم أهل الرضا. نتمنى أن توصل رسالة وعدوى المحبة والسلام يلي حملها إله المحبة إلى كل قلب، إلى كل إنسان، إلى كل عائلة، كل مجتمع، كل بلد. ضروري أنه نستعمل الدين لخدمة بعضنا البعض، هو لأنه الدين هو لخير، هو للسلام، ولا سلام حقيقي من دون عدالة، ولا عدالة من دون العيش حسب إرادة وتعاليم الله بحياتنا. وحيث تعم أجواء الميلاد في الشرق كما في العالم أجمع، إلا أن الاستثناء في المنطقة هو الظروف التي تفرض أن يبرق كل محتفل رسالة سلام ونور يبدد ظلام التطرف والإرهاب. يسوع ولد ببيت لحم، ومن هنيك انطلقت رسالة السلام إلى كل العالم. الأراضي المقدسة هي بوصلة رسالة المحبة، ومن دون العودة لينابيع المحبة يلي جسدها إله المحبة لا سبيل للتوافق والحوار والعيش بسلام بين الشعوب. خلينا نرجع للجذور، هيك بيتحقق السلام بالمنطقة وكل العالم. طقوس ومظاهر أعياد الميلاد تقاوم الظروف والواقع، وعلى الرغم من كل ذلك لا يفوت الناس فرصة الاحتفال بالمناسبة بحثاً عن أي لحظة للفرح والسلام. من أبوظبي لليوم على الحرة، مصطفى سكحال.